سلام الله عليكم مشاهدينا الافاضل. بعد ان اعتمد المجلس الدستوري رسميا 6 مرشحين لخوض سباق الرئاسيات، عبد العزيز بوتفليقه، عبد العزيز بلعيد، علي بن فليس، الويزة حنون، موسى تواتي، ثم علي فوزي ربعين، تتوجه الانظار حاليا مشاهدينا الكرام لحمله انتخابيه ستنطلق قريبا، ويراها كثيرون من المراقبين السياسيين واضحه المعالم، طالما ان الانتخابات موصوفه عندهم بالمحسومه ولا داعي للحديث عن تداعياتها. في المقابل مشاهدينا الكرام، أحزاب الموالاة نظمت اليوم تجمعا في العاصمة تأييدا لمرشحها الحر عبد العزيز بوتفليقة. في الطرف الآخر، واصل المحتجون نشاطهم واعتصامهم بنزولهم للشارع مرة أخرى، اعتصموا أمام البريد المركزي، أمام الجامعة المركزية وفي ميادين أخرى. الحاضرون طالبوا بالتصدي للعهدة الرابعة، رافضين الانتخابات كحل لمشاكل الجزائريين، بل لابد حسبهم من مرحلة انتقالية. هذه الاعتصامات والاحتجاجات شارك فيها إعلاميون، سياسيون، كذلك حقوقيون ومن جميع الأطياف في الجزائر. مشاهدينا الكرام، نشاهد جانبا من هذه الاحتجاجات في الجزائر ثم نعود. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا جانبا من هذه الاحتجاجات التي نظمت اليوم أو التي خرجت إلى الشارع اليوم في الجزائر العاصمة وكذلك في مدن أخرى. سنقوم ببث باقي ما يصلنا من فيديوهات. هنالك احتجاجات أيضا في مدينة قسنطينة وفي مدن أخرى حتى خارج الجزائر. في لندن هنا نظمت وقفة احتجاجية أمام القنصلية الجزائرية، سنتولى بث لقطات من هذه الوقفة الاحتجاجية، لكن لاحقا مشاهدينا الكرام نشاهد هذا التقرير الآن ثم نعود. للجزائر مكانة ومستوى عليها أن تحافظ عليه. أحمد يحيى، وكما يلقب برجل المهمات القذرة ومحامي الجنرالات، ها هو يعود إلى الواجهة والساحة السياسية من بوابة قيادة أركان الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن تم إقالته من رئاسة الحكومة وإبعاده من التجمع الوطني الديمقراطي في شهر سبتمبر 2012، وصمت دام قرابة السنة والنصف ليتولى مهمة جديدة بأجندات معينة هي تثبيت رجل مريض على عرشه حكم الجزائر 15 سنة وسط جدل في الساحة السياسية حول إمكانيته وقدرته لتسيير شؤون البلاد، خاصة بعد الصور الأخيرة التي أظهرته متعبا ومريضا غير قادر على الحديث لأكثر من 14 ثانية. عودة أحمد يحيى إلى الواجهة عبر حوار متلفز كان عنوانه نحن في السلطة أو الفوضى، وكانت أهم رسائله أن المؤسسة العسكرية بجناحها المخابرات ليست معارضة للعهدة الرابعة، وأن المؤسسة العسكرية والجنرالات لم يقوموا يوما ما بتعيين رؤساء الجزائر. Pendant 30 ans, on a toujours choisi le candidat pour la présidence à partir de l'armée. Quand le président était désigné à partir de l'armée, parce que c'était les régimes révolutionnaires, qu'on est un président élu, vous savez comment ça se passe dans un parti unique. Hein? Dans un parti unique, on désigne quelqu'un, celui qui est le plus malléable, et puis il est président, il devient président. كما انتقد رئيس الحكومة السابق مولود حمروش في دعوته للتغيير السلمي الهادئ، كما كان ضد تصريح سعداني الذي دعا إلى إقامة دولة مدنية بعيدة عن تدخل العسكر، كما انتقد دعاة المقاطعة بما فيها حركة بركات والاحتجاجات الشعبية ضد الرابعة واعتبرها غير ديمقراطية، وأخيرا موقفه الرافض للعفو الشامل عن الإسلاميين. أحمد يحيى يختفي ثم يظهر، ما سر عودته هذه المرة؟ وما سر هذا الولاء لبوتفليقة الغير متناهي؟ فهل سيكون نائب الرئيس القادم ليتولى الرئاسة بعده؟ أم هي مهمة قذرة أخرى كما وصفها أحد معارضو العهدة الرابعة؟
التقرير لزميل رضا أربيحي وقراءة للأستاذ عادل العزيزي، مشكورين. مشاهدنا الكرام، أعيد أو أجدد الترحيب بكم، وبالأحرى أرحب بضيوف الكرام، وأولهم الأستاذ ميلود قادري الناشط السياسي. أستاذ ميلود قادري، كيف تقيم النشاط السياسي أو ما يجري في الساحة السياسية في الجزائر، خاصة وأن هناك اتجاهات ثلاثة الآن تنشط في الساحة السياسية؟ جهة هي للموالاة، هؤلاء كلهم انضووا في طيار اسمه طيار الموالاة، لا يريدون إلا عبد العزيز بوتفليقة مرشحا لعهدة رابعة وقائد للمرحلة المقبلة، واتجاه آخر سمى نفسه بجبهة المقاطعة وتنسيقية أحزاب المقاطعة، تريد أن تقاطع هذه الانتخابات ثم تفعل هذه المقاطعة، طالما أن هذه الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ولا شفافة ولا نزيهة. أما الطيار الثالث فهو الذي يدعو إلى مرحلة انتقالية، وإن هذه الانتخابات ليست حلا لمشاكل الجزائريين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أولا شاكر اهتمامكم خاصة قناتكم بما يجري في الجزائر، وهذا واجب نراه عليكم. مع الأسف الشديد هذه النهزة الانتخابية أو ما يسميها المصيبة الانتخابية الذي يجر بها الشعب الجزائري بدأت تزور من البداية. رئيس مقعد في حالة مرسلها، وتم تأكيد ذلك بعدما هللوا أن الرئيس يتكلم، فإذا اسم الرئيس أثبت بالقاسي والداني أنه فعلا فاقد الأهلية بأن يخوض هذه الرئاسية. مع الأسف الشديد لدينا منذ البداية وعلى قناتكم وعدة قنوات أخرى أن الجزائر لابد أن تمر إلى مرحلة أخرى وجمهورية ثانية بمرحلة انتقالية تمثل كل شرائح المجتمع، حتى نضع القطار على السكة ونخرج من مقولة التي قلتها عندكم أن الهرم موضوع على رأسه وليس موضوع على القاعدة. مع الأسف الشديد يجر الآن الشعب الجزائري وكثير من الناس إلى هذه الانتخابات التي نراها الآن ستقود إلى مهزلة أخرى أو مصيبة كما سبق وقلت. وهناك مع الأسف الشديد أن رغم أن السيستم الآن أو بين قوسين النظام هو في أضعف حالة منذ الاستقلال، والمشكلة في عدم اجتماع المعارضة، هنالك معارضين، هنالك معارضين وليس هناك معارضة مع الأسف الشديد. ونجر الآن مع الأسف الشديد من مجموعة من السيستم هذا وبعض العصب، جر البلاد إلى متاهات خطيرة، ويحبذون أن يسمعوا بعد أشهر أو أسابيع مؤتمرات أصدقاء الجزائر. مع الأسف هناك سيستم يجر الجزائر إلى هذه الحالة. ثم المشكل الآن مش في عهدة رابعة، المشكل الآن في سيستم كامل. احنا كل المترشحين نحترمهم، وهناك المترشحين من يستطيع باستثناء الرئيس أن يقود الجزائر قيادة حكيمة وقيادة، لكن لن يترك له المجال. طيب استاذ ميلود، ماذا عن هذه السياسه التي وصفت بسياسه التخويف التي تتبعها احزاب الموالاه؟ الان هنالك سياسه مقصوده من اجل ان لا يغامر هؤلاء مغامره غير مقصوده او غير معروفه العواقب، وان الامن القومي الجزائري مهدد، وما لا هؤلاء ان يحتفظوا او ان يحافظوا على الامن والسلم والاستقرار. كل هذه العوامل هي موجوده في فتره دامت 15 عاما، فالذي لا ينتخب عبد العزيز بوتفليقة فإنه يغامر باجتهاد آخر والمجتمع في منأى عن هذا. ما رأيك في هذا الأسلوب الجديد الذي دخل الساحة السياسية؟ الذي يغامر بالجزائر ويجرها إلى متاهات هو السيستم القائم الآن والمتقوقعون حول المصالح. الآن هل هم الذين يجرون الجزائر إلى الخطر؟ الشعب الجزائري يريد حريته. الخطر في سلب حرية الشعب الجزائري، الخطر في حريه في عدم في في سلب في سلب اختيار الشعب الحقيقي. هذا المشكل اللي نعيشه الان، هو سلب اختيار الشعب وسلب حريه الشعب، ثم يقولون الشعب هناك خطر لو ما تنتخبش وما تمشيش. لا، الجزائر والشعب الجزائري فاهم جدا، وحتى هذه المسيرات التي نراها والتحركات الشعبيه والتحركات الحزبيه ما هي الا قليل من الذي يعاني الشعب. وانا الان ربما مرت في هذه اليومين على باتنا وقسنطينة وسقيف ومسيلة
هذه اسمه الان اكلمكم من الفضل من المسيره ان الناس كلها محقونه من الوضع الذي تسير فيه البلاد. هناك من يريد جر الجزائر الى ما يحمد عقبه. وهنا انادي كل الخيرين في الجزائر وخاصه الحزبين اللذين لهم عمق شعبي قوي جدا وهما الجبهه الاسلاميه ولا فساس جبهه القوى الاشتراكيه، وبدات الاعلام حتى يضرب هذه الحزبين وهذه القوى. ولكن لكل هؤلاء استاذ ميلود، يا استاذ ميلود قادري، هناك من يقول ان هذه المعارضه لا يمكن ان تؤثر في الوضع شيئا طالما انها متفرقه، طالما انها مبعثره مثل ما كنت تصفها، كيف لهؤلاء ان يصمدوا امام هذه الترسانه؟ سامحني سامحني فقط، هناك من يصف عبد العزيز بوتفليقه وفريقه بالترسانه، وراءهم الامن والقضاة وكذلك الولاة ورؤساء الدوائر، كل هؤلاء مع عبد العزيز بوتفليقه، كيف لهؤلاء ان يصمدوا امامهم؟ خاصه وانها اليوم احزاب الموالاه نظمت تجمعا كبيرا، كيف تقارن هذا التجمع بتجمعات وراءها شباب لا يجوز عددهم حوالي 200 شخص؟ يا اخي الكريم، يا اخي الكريم، كل هؤلاء الذي ذكرتهم عبد الفريق وغيره كل من لف لفه لا يتعدون الالاف، والشعب الجزائري 40 مليون يا اخي الكريم، لا تنظر للاعلام، الاعلام اراد ان يضرب لقاء الجبهتين قبل اي لقاء، تكلموا ان هناك لقاء بين فاس والجبهه الاسلاميه وهو لم يقع اي لقاء، هو تم بعث او استباق لضرب اللقاء قبل ان يقع مع الاسف الشديد، وهذا تناولته بعض القنوات وجربت هناك لقاءات قبل اللقاءات جابوا كاين لقاءات وهو ضرب المعارضه لعدم التقائها، وهذا ما يحتم تاريخيا واخلاقيا على كل القوى ان تلتقي. ثم احنا مع كل تحركات المشاهد في الشارع من سياسيين وحركات شعبيه وحركات طلابيه وجامعيين وغيرهم، لكن تحرك الحزبين الجبهه الاسلاميه وجبهه القوى الاشتراكيه سيكون له تاثير قوي في الساحه السياسيه. طيب يبقى معنا استاذ ميلود قادر، يبقى معنا، ساعود اليك بعد لحظات. مشاهدينا الكرام، من ضمننا الان استاذ شبوب بوطالب الاعلامي الجزائري المقيم في الدوحه العاصمه القطريه. شبوب بوطالب، ما رايك في من يتكلم عن المرحلة البورقيبية يقاربها أو يقارنها بالمرحلة التي ستدخل الجزائر بعد الانتخابات، يقولون بأن وضع تونس في تلك المرحلة الأخيرة التي عاشها بورقيبة الحبيب بورقيبة اللي هو الآن في العالم الآخر توفي وعبد العزيز بوتفليقة، هل يمكن أن نقارن ما ستعيشه الجزائر بداية من اليوم 18 أفريل بالمرحلة البورقيبية الأخيرة في تونس؟ عندما نتحدث عن المرحلة البورقيبية فهناك اتجاهان يمكن ان يذهب اليهما الفكر، الاتجاه الاول ان نقول بانه نعيش مرحله ينتقل فيها النظام من مرحله المسيطر اللي هو بوتفليقه الى مرحله اخرى، او نعيش مرحله يكون فيها بوتفليقه خارج القرار ويقرر غيره. بوتفليقه لا يصح يقارن ببورقيبه لسبب وحيد، بورقيبه كان من يقرر في تونس، لكن بوتفليقه ليس من يقرر في الجزائر، بوتفليقه عضو في ائتلاف يقرر في الجزائر، عضو رئيسه جنرال توفيق، بوتفليقه موظف في رئاسه الجمهوريه كان بصلاحيات سعها، لكن يظهر انه اخيرا قد فهم ان لديه حدودا ما، والذي سيحدث بعد 18 افريل اذا صح ما نراه حاليا او ما نستشفه حاليا هو استمرار نفس النظام مع جهد ايجابي من بوتفليقه لصالح تسهيل استلام المشعل من طرف جيل ثاني من ورثة هذا النظام المستبد لا أكثر ولا أقل، أما سيد النظام الحقيقي اللي هو الجنرال توفيق فهو يبقى في مكانه. طيب أي دور لرئيسي الوزراء السابقين أحمد ويحيى وعبد العزيز بن خادم وأنت تعرف منصبيهما ومكانتهم في الساحة السياسية، ماذا يعني ضم هاتين الشخصيتين في هذا الظرف بالذات لفريق عبد العزيز بوتفليقة وقيادة الحملة الانتخابية له؟ جميل جدا، هذا الرجلين بعض الناس كانوا يتوقعوا انهم رجال بوتفليقه لوحده، انه بن خادم هو رجل لبوتفليقه، او انه يحيى في مرحله ما تخاصم بوتفليقه مع بوتفليقه ثم اصبح رجله، لا، ويحيى وبن خادم هم رجال النظام، يعني رجال جنرال توفيق، لما كان الجنرال متخاصم مع الرئيس كانوا خارج الحكم، الان اتفق الجنرال مع الرئيس رجعوا الى الحكم وانتهى الموضوع، عودتهما تعني ان الامور داخل العائلة التوفيقية، العائلة المخابراتية التي تستحكم الجزائر، الآن الأمور طيبة وعادية ورجال الجنرال يعودون إلى الخدمة إلى مناصبهم.
طيب استاذ بوطالب، ما هو دليلكم على ان هذه الانتخابات محسومه؟ الكثيرون يقولون ان الانتخابات محسومه لعبد العزيز بوتفليقه، ولكن هم يقولون ان المنافسه شريفه ومفتوحه للاخرين، من اراد ان يغير فليتجه للصندوق يوم 17 افريل المقبل، ولستم مرغمين على انتخاب عبد العزيز بوتفليقه. كيف تقيم ما يقوله او ما تقوله احزاب الموالاه؟ نتذكر في هذا الإطار ما قاله نعوم تشومسكي، إن الديمقراطية ليست السبيل الوحيد ليست السبيل الجيد للخلاص من الأغبياء والمستبدين، لأنهم في الأصل لم يأتوا بالديمقراطية. نحن نتخلص ديمقراطيا من رجل جاء بالصندوق، نتخلص من رجل جاء بالصندوق عن طريق الصندوق، لكن هذا الرجل لم يأتي بالصندوق، لذلك لا يمكن الخلاص منه عن طريق الصندوق. الصندوق في الجزائر كذوبة. طيب، يعني بعبارة أخرى هم يقولون لابد من المشاركة، لابد من المشاركة وإقامة الحجة على بوتفليقة، تعالوا أنتم إلى صناديق الاقتراع بعدها سنرى، ولكن مع ذلك فإن قاطعت هذه الأحزاب حجتهم أنهم سيأخذون النتائج، أنت لما تقاطع فإن هناك من يأتي ويملأ فراغك، وبالتالي لا تترك الفرصة لمن يريد أن يزور، هذه حجتهم، إن أردتم المقاطعة فإنكم لن تؤثروا في الأمر شيئا. هم يسوقون هذا العبارة لكي يجلبوا المواطنين ليكونوا جزءا من مسرحية رديئة. نحن نقول لهم أنتم تزورون بحضور المواطنين أو بغيابهم، حتى لو ذهب كل المواطنين الجزائريين للصندوق وانتخبوا رجلا لا يحب النظام، فإن الذي يعلن النتيجة هو وزارة داخلية النظام، ستعلن ما تشاء. إذا هم يمثلون مسرحية رديئة، يحتاجوا المجموعة معتبرة نحن لسنا مضطرين أن نكون جزء من هذه المسرحية. هم سوى يزورون، طيب يتفضلوا يزوروا براحتهم، إحنا حديثنا معهم ليس في هذه المرحلة. نعم، وهو كذلك شبوب وطالب الإعلام الجزائري المقيم في الدوحة، جزيل الشكر لك. أعود للأستاذ ميلود قادري، عن أي انتخابات يتحدثون طالما أن هذه الاحتجاجات تملأ الشوارع والساحات والميادين، ليس في العاصمة فقط بل حتى خارجها، تسربت أيضا في إلى مدن أخرى، ربما باتنا قسنطينة اليوم أيضا، كذلك ما يحدث في غردايا، احتجاجات عقود ما قبل التشغيل، عمال عقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى هذه التجمعات التي تنظمها اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين. كيف يمكن إجراء انتخابات في هذه الأجواء؟ أستاذنا الكريم، أنا أود قبل أن يتجاوز الوقت أن أستنكر وبشدة وأشجب بكل قوة ما صدر عن ما يسمى عمارة بن يونس وسلال في المدة الأخيرة من سب الشعب الجزائري، وهذه ما سأسمح لنفسي وأسفني خلف المشاهدين أن أقولها، أن هذا انعدام أخلاق وقلة حياة مع الأسف الشديد ما خرج عن وزيرين بهذا الصفاقة وهذا الكلام الساقط، يعني مع الأسف الشديد أعتذر من المشاهدين الكرام هذه الالفاظ، لان ما يصدر يعني لكل اداب ما فيه يروح مع الاسف الشديد. اعود الى المشكلة تاع الانتخابات، التزوير بدا يا اخي الكريم، التزوير بدا بترشيح الرئيس. نعم. وهذا السيستم لما رشح الرئيس بالوضعيه الحاليه نتاعو، رغم ان هناك تملك الجزائر اساتذه في الطب لهم الخبره والقدره على اثبات عجز الرئيس بوتفليقه وتقديمه للجهات المختصه، حتى ولم تطلب ذلك، لان احنا متاكدين في الجزائر هناك رجال قادرين باش يفسدوا هذا الواقع. قلنا ان التزوير بدا بترشيح بوتفليقه، ثم بربع ملايين او خمس ملايين مسرحيه لاجراءات في قضيه جمع التوقيعات، ثم ظهور ويحيى وبالخادم ومحاوله تقسيم الطرطه، لاننا واخرا في البرلمان سمعنا ان هناك سيناريو بعد الرئاسيات تمنح ليحيى نيابة الرئيس، وتمنح في الخادم رئاسة مجلس الأمة، وتقسم تسمى الغنائم، وكأننا في نزلنا في أنا مش عارف في صعاليك بني عامر، نزلنا وكأن الجزائر هذه لعب كما تحب. لكن هناك الشعب الجزائري الآن هو اللي يعول عليه بجميع شرائحه، أساتذة، طلاب، سياسيين، معارضين سواء مقاطعين أو غير مقاطعين، كل الناس بما فيهم بعض الناس الموالين الذين نعرف جيدا أنهم لا يريدون هذه العودة ولا يريدون جر الجزائر كما سبق وقلت إلى وضعية ليبيا وتونس وسوريا
الى مؤتمرات اصدقاء الجزائر، احذر من ذلك احذر بشده، وادعو كل غيري وهم موجودين في الجزائر، هناك شخصيات وطنيه في الجزائر لها القوه والقدره، وهناك احزاب سبق واثبت الشعب الجزائري انها هي صاحبه القول الفصل في الميدان. اضافه الى الاخوه السياسيين والاحزاب التي تحركت هو نعم استاذ ميلود في انقطاع. على كل حال في قلت في شخصيات سياسيه قويه جدا في الجزائر واحزاب سياسيه قادره على اتخاذ الموقف الصحيح، وهناك كذلك في مؤسسات الدوله، هناك في مؤسسه الدوله واقول حتى في المؤسسه العسكريه والمؤسسه الاداريه والمؤسسه الماليه، هناك من له غير على البلاد هذه ومحاوله حفظ الوطن ومحاوله حفظ البلاد وعدم جرها الى ما تهت الذي يريدون جرنا اليها. طيب ما هو هذا الموقف؟ ما هو هذا الموقف؟ وان الشارع الجزائري يلحظ انه غائبه جهه مهمه جدا، جهه النخبه، الاكاديميون، الاساتذه الجامعيون، اليوم هذو غايبين كلهم. بالعكس تماما، النخبه الان في حراك قوي جدا وفي اتصالات متواصله، لكن الاعلام والمال هما السلطتين التي تعتمد عليهم عصبه الان الذين يحاولون عوده رابعه وجر البلاد الى ملك احمد العقبه، فهناك الفساد مع الاسف، وهناك السرقه، وهناك البطاله الفاحشه، بطاله كبيره، هناك ما يجري في غردايا يا اخي، دماء الجزائريين غاليه، دماء الجزائريين غاليه، لا نريد ان ينعف واحد جزائري من الغش حتى واحد جزائري في الدم ولو رعافا، كيف تسقط الارواح وتسقط الدماء والدوله تتفرج مع الاسف الشديد. هناك اعتقد سيجرون للشعب الجزائري التحرك بكل الميادين، بدليل ان فيما سبق قلت ان هذا السيستم ضعيف وفي اهون وضعيه له الان، وما جرى في غردايا لما سحبوا القوات اخذوها لولدنا لاطفاء قضيه الاحتجاج حول البطاله، خلوا غردايا مكشوفه مع الاسف الشديد. طيب استاذ ميلود، طالما ان الانتخابات تقول انها محسومه، طالما ان الانتخابات محسومه ومعروفه في اتجاه المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقه، ماذا كيف ترى الجزائر انت الان في اليوم 18 افريل؟ الى اين تتجه الجزائر بعد هذه الانتخابات الرئاسيه؟ شوف اخي الكريم، يستطيع ان يجري الانتخابات لكن بانتخابات مزوره، بانتخابات انا اعتقد ان كما سبق وقلت سابقا ان هناك في المترشحين السته من يستطيع انقاذ الجزائر، من يستطيع انقاذ الجزائر، لكن مع الاسف ماهوش بوتفليقه، لكن مع الاسف ما لم تترك له الفرصه، ولذلك على الشعب الجزائري ان يختار يا اما التغيير القوي جدا وهو الخروج يوم 17 على بكره ابيه، رفضوا للانتخابات المصوره، وقد جرت انتخابات بالتصوير مباشر قوي جدا، ثم اصبح علمي ثم علمي مباشر ثم مباشر علمي، وكل مره يجدون فرصه للتزوير، واحنا الان قلنا مشينا في مراحل التزوير متتاليه، وهو ما جرى كثير من الناس للانسحاب، هناك ناس انسحبوا من الرئاسيات، ثم الان في بعض الناس المترشحين الان جمعت لهم التوقيعات في السته، هناك من جمعت لهم التوقيعات لضرب مصداقيه الانتخابات ومصداقيه بعض الناس، وهو ما جرى نفسه في 2009 وانا شاهد على ذلك، واريد ان النائب العام لعلى العاصمه يسمعني، اعطيه الحقائق، مستعد ان اتقاضى ان اقاضى من طرف الدوله في هذا الموضوع، ان اقدم ذلك، ان هناك جمع توقيعات لبعض الشخصيات سواء في 2009 سواء في 2014 مع الاسف الشديد. وهو كذلك استاذ ميلود قادري، جزيل الشكر استاذ ميلود قادري الناشط السياسي، انا اشكرك، كنت معنا من الجزائر العاصمه، وسامحني فقط لضيق الوقت الان. مشاهدينا الكرام، ارحب بانضمام الاستاذ عبد الوكيل بلام، وهو احد ابرز اعضاء حركه بركات. عبد الوكيل بلام، قيم لنا ما حدث اليوم في الجزائر العاصمه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدي، الذي وقع اليوم ان استجابة لنداء حركة بركات للتظاهر سلميا كعادتها اسبوعيا، وباذن الله ستتواصل هذه الوتيرة كل اسبوع. يعني استجاب الكثير المئات لهذا النداء،
على ايضا على 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 شيء من التوجس والخوف والرهبه. لم يكن الناس ينتظرون ان رجال الامن قد يتعاملون بهذا الهدوء، لان بقت في اذهانهم الصور الصادمه للاعتقالات والضرب والسحل الذي شاهدوه عبر الفضائيات في الاسبوع الماضي. وعلى الرغم من ذلك وعلى الرغم من ترقب احوال جويه سيئه، تنقل الشباب الى ساحه البريد المركزي والى ساحه موري السودان مقابل الجامعه المركزيه. الذي لاحظناه انه اما الناس انه استجابه لتعليمات الهامل المدير العام للشرطه للجهاز الامن الوطني بعدم التدخل، لان الصور التي تناقلتها وسائل الاعلام المره الماضيه قد صدمتهم وقد تضرروا منها كثيرا وتلقوا كثيرا من الشجب وكثيرا من لوم العتاب من كثير من الحكومات ومن خاصة من قبل فرنسا. عبد الوكيل الحكومية، نعم سيدي، قلت خاصة من قبل فرنسا أدانوا هذا القمع المسلط على المحتجين. فرنسا دخلت على الخط أمس عندما وجهت خارجية فرنسا يعني ممكن نصيحة موجهة، قالت يعني أنا أدعو الحكومة الفرنسية إلى احترام حق التظاهر السلمي والعلني في الفضاء العمومي. في حين لاحظنا تناقضا أنه يعني تناهت إلى أسماعنا وتناهت إلى سمعي خصيصا أخبار من بعض الولايات، أذكر على سبيل المثال قسنطينة، أنهم لم يتعاملوا بنفس السلمية، الشرطة أقصد لم تتعامل بنفس السلمية مع المتظاهرين هناك، فهناك اعتقلوا وعنفوا وأخذوا إلى مخافر الشرطة ومحافظاتها وأطلق سراحهم فيما بعد. هذه الثنائية في التعامل مع العاصمة وعلى عكسها في باقي الولايات قد يبرره تواجد ممثلين عن الصحافة الدولية وعن كثير من الفضائيات الدولية في الجزائر بسبب الحدث الذي هو الانتخابات الرئاسية، فأرادوا أن يبيضوا وجوههم في العاصمة ويمكشوا وجوههم في العاصمة على أن يمارسوا ما قد دأبوا على ممارسته في باقي الولايات، لأن هنالك الغير موجود، لا مراسلين صحفيون ولا كاميرات ولا ممثلون لفضائيات أجنبية. طيب هل من تنسيق مع باقي الحركات التي تقوم الآن بالاحتجاج، طالما أن حركة بركات بقيت لوحدها تعتصم وتتظاهر وتنزل الشارع كل سبت من الأسبوع، لكن لوحظ ظهور شباب آخرين في بعض المناطق في العاصمة حتى، ولكن لوحظ أنه ليس هنالك تنسيق وانسجام بين الطرفين، وحتى الإعلاميون نفسهم لم يستطيعوا تغطية الفعاليات بأكملها اليوم. فعلا حقيقة فيه بعض الشباب أطلق على نفسه جبهة رفض، أي رفض للواقع، رفض للعودة الرابعة، رفض للنظام، رفض للواقع السياسي المزري والاقتصادي المزري. بعض التنظيمات أيضا المهنية مثل جمعية الدفاع عن حقوق البطالين وغيرها حقيقة أنهم يتظاهرون بمحزن عن نشاط بركات. أنا آمل وسننطلق بإذن الله في بعض بعد الاتصالات، وقد ابتدأت هذه الصبيحة وعبروا عن نيتهم في الالتحاق وعندهم استعداد للتنسيق فيما قد تتفق فيه مساعينا. أما عن ذلك لماذا كل يشط في عزلته، يجب أن لا ننسى أخي عثمان أن الجزائر عاشت قوضة حديدية لم تعرف يعني يعرف تاريخ الجزائريين لها مسيف في عهد بوتفليقة. الناس ما تزال لا تعرف بعضها البعض، تخشى من بعضها البعض، تتوجس، تشك حتى. يجب أن نعلم أن الداعش في هذه الآونة يمارس بعض الضغوطات على بعض أعضاء بركات غير معلنة، في بعض الابتزازات، في بعض الترهيب على مستوى أماكن العمل، في ضغوطات على بعض الصحفيين أنا أعلم بعضها، فعرض البعض لبعض الضغوطات والبعض أذعن وخضع وهو معزول. فلذلك يعني الوضع الذي وضعنا فيه هذا النظام خصيصا في هذه 15 سنة الماضية أجعل من الجزائريين يعني جسما لا يتعارف أعضاه بعضهم ببعض وكأنهم غائبون عن بعض، لأنه ليس هنالك تنسيق، ليس هنالك اتصال، ليس هنالك نشاط، ليس هنالك تلاقح لا على مستوى الأفكار، لا على مستوى الهياكل، لا على مستوى المشاريع. طيب أستاذ عبد الوكيل، إذا نعم سيدي، ماذا عن الذي تروجه أحزاب الموالاة عنكم
هناك من يقول بأن هذه الحركة حركة مشبوهة، وأنا فقط هنا مجرد ناقل، وناقل الكفر ليس بكافر. يقولون عنكم بأنكم أتباع لجهة ما في السلطة، وأنكم تغردون خارج السرب، وأنه مجرد عناصر لا يمكنكم أن تؤثروا في هذه الترسانة وهذا السيل، سيل عبد العزيز بوتفليقة ومن معه في الأمن والقضاء والجيش والشرطة والإعلام حتى. كيف تفندون أو تؤكدون لما لا ما يثيرونه حولكم من شكوك؟ للأسف فقدنا الأستاذ عبد الوكيل بلام، وهو أحد الإعلاميين الجزائريين، وبالإضافة إلى ذلك هو يشغل منصب عضو فاعل في حركة بركات. أرجو من الإخوة إعادة الاتصال به حتى نتمكن من الجواب عن السؤال المستشري والمنتشر في الساحة السياسية هذه الأيام الأخيرة عن هذه الحركة، حركة بركات. يقولون بأنها حركة ينتمي إليها الكثير من الفرنكفونيين أو الفرنكفيليين، ولما لا، وهؤلاء هم العوبة في أيدي جهة من السلطة، وبالتالي فإنهم ليسوا من الذين ينادون بتغيير النظام تغييرا شاملا وما إلى ذلك. عاد لنا الأستاذ عبد الوكيل، لست أدري إذا كنت قد استمعت إلى سؤالي أم سأعيده مرة أخرى. تفضل سيدي أعيد السؤال. قلت أحزاب الموالاة تروج عن أن حركة بركات حركة مشبوهة، وإنها تتكون من عناصر هؤلاء ليس لهم حضور ووجود في الساحة السياسية، وإنما خرجوا فجأة لنا، وإنه ليس لديهم تأثير وراء ما يدعون إليه، طالما أن أغلب الشعب الجزائري هو مع عبد العزيز بوتفليقة. والله يا سيدي، هذه أسطواناتهم، وهذه أسطواناتهم القديمة المتجددة المسلمة البالية التي ملها الناس ولم تعد تؤدي مفعولها. حتى الأغاني يجب أن يعلم هؤلاء الناس أنه حتى الأغنية عندما تكون جيدة قد يقبل عليها الناس، بعدما يتقاضى معادها ويتولى يملها الناس ويمتها. يجب أن لا يملكون حتى جهاز إعلام متخصص محيا مواكب العصر. أن يقول أستاذ غول أن هؤلاء تلقوا عربي، هذه تهمة خطيرة يا سيدي. أن يقولوا أنهم على جهات مشبوهة ببعض الجهات الغربية، يا أخي لقد اتهموا حركة العروش في بدايتها عندما بدأت تتظاهر وتطالب بقضيتها في منطقة القبائل، ولكنهم في نهاية الأمر خضعوا وجالسوها وحاوروها وخضعوا لمبتغاها وعدلوا دستورا بأكمله لأجلها. هؤلاء يا سيدي لا يملكون مشاريع، يتهموا اليوم البارحة الرئيس أو الوزير الأول. يا أخي هؤلاء يعيشون خارج التاريخ، هؤلاء يعيشون خارج الأخلاق والدين والجغرافيا. الأمس يتهم الشوية بأن يعني يصفهم بأنهم رجس وأنهم نجاسة، واليوم يقول أن الذين يتحدثون عن الربيع العربي، ولسنا من الذين يتحدثون عن الربيع العربي، ولسنا من الذين يدعون إليه ولا من الذين يدعونه. نحن لا نطالب بإسقاط النظام بل نطالب بتغييره. يقول سلال أن الذين يحلمون بالوهم العربي يقصد المعارضين، هم ناموس أي هم براغيث ونحن أعددنا لهم المبيد. يا أخي هذا يتحدث عن جزء من الشعب كأنهم حشرات، أو لا يعيرون أي هذا الشعب أي اهتمام. اليوم يا أخي يجمع المساندين العودة الرابعة في القاعة البيضاوية في حملة انتخابية قبل الوقت، أو لا يضعون قوانين ثم لا يحترمونها. أو لا يا أخي أخذوا في المرة الماضية لقمع وقفة احتجاجية في مقام الشهيد، أخذوا الكلاب كمكم الله لنواب في البرلمان ورئيس حكومة سابق سيد بنديتور ورؤساء أحزاب، أخذوا لهم كلابا مدربة نباحة ليقمعونهم. أولئك لا يعيرون هذا الشعب يا سيدي أي تقيمة، كيف يعيرونهم اهتمام لمجموعة من الشباب قد تنادوا واجتمعوا لمس عن خيري، لمس عن إيجابي، لمس عن فيه خير الوطن. حركة بركات في نهاية الأمر تنادي إلا بما قد يمكن أن يجمع عليه كل الآليين: حريات، ديمقراطية، إعلام حر، برلمان مستقل، قضاء مستقل، إدارة بعيدة عن البيروقراطية المتمادية. نحن لا نطالب إلا بكل خير ولا نرجو إلا كل خير. أما هم فهم الشامتون والشاتمون، وهم السبابون وهم اللعانون. ثم يأتي ليقول أمس أننا هل أفهم من هذا عبد الوكيل؟ هل أفهم من هذا عبد الوكيل أنه لا مانع لديكم من أجل الانضمام لأحزاب أخرى مقاطعة، أو تريد تفعيل المقاطعة، أو المحتجين الآخرين من جانب الحركة الأخرى اللي اسمها حركة رفض، أو بعض السياسيين أو شخصيات وطنية؟ يعني ليس لديكم مانع في الانضمام إليها؟
مستحيل، نحن لا يمكن لنا أن نعترض على هذا. نحن نمد يدنا إلى الجميع ونحن نفتح أيدينا إلى كل من أراد بهذه الجزائر خيرا، إلى كل من أراد أن يغير هذا النظام، إلى كل من أراد أن ينخرط في مسعى لتطوير الجزائر وديمقراطيتها والمضي بها قدما إلى مصاف الدول العظمى. نحن لا مانع لنا، وممكن قد نباشر في الأسابيع في الأيام المقبلة اتصالات مع طبعا لجنة الأحزاب المقاطعة والمعارضة والجمعيات والنقابات المعارضة وبعض الشخصيات. اليوم مثلا حضر في مسيرتنا، وهذا شيء شرفنا وأفرحنا وشجعنا، السيد سعد بوعقبة الإعلامي الكبير، حضر مصطفى الهميسي الكاتب الإعلامي الكبير، حضر السيد فضيل بومانة، حضر كثير من النقابيون، حضر كثير من الشخصيات التي قد لا نعرفها وقد لم نزل، حضرت حتى حسان. هذا دعم كبير لم يسبق في تاريخ نشأة حركة في ظرف أسبوعين تلقت هذا الكم الكافي من السند من الشخصيات. أنا لا أقول يجب أن يخشونا، نحن لا نريد أن نخشينا أن نخيف الناس، لسنا هنا لنخيف، نحن هنا نريد أن نشكل إضافة إيجابية إلى هذا الفضاء، نريد أن نشكل إضافة واعدة، لا إضافة طرحا لمستقبل الجزائر. هؤلاء يا أخي، هذا النظام يا سيدي خطر على مستقبل الجمهورية ومستقبل أجيالها. إذا لم يعرف التاريخ، لم تعرف دول رئيس حكومة يسب الناس الليل وأطراف النهار. يا سيدي، هذا الأمس يسب الشاوية وصباحا يقول أنتم براغيب. أما في هذه الأمة رجل رشيد، أما في هذه الأمة مجاهد فحل ينبغي للدفاع عن هذا الشعب. نحن نسب كل صباح، يسبنا وزراؤهم ويسبنا رئيس حكومتهم. يا سيدي، يجب أن نضع حدا لهذه المهازل، يجب أن يضع حدا، تضع حدود لهذه المجازر. يحدث الناس عن أي اتخاذات وحد الناس. الانتخابات مستقلة الجزائر وهي مزورة. أنا كنت أتحدث المرة الماضية مع الصديق، قلت له حتى فرنسا لم تزور لي يا رجل استفتاء تقرير المصير. كان بإمكان فرنسا أن تزور استفتاء تقرير المصير، وكان أنا ذلك المجهد في الجبال، وكان بإمكاني أن تزور، لكنها لم تزور استفتاء تقرير المصير وأعطت نتائجه كما جاء، كما انتخب الشعب الجزائري وصوت على تقريره. هؤلاء منذ أن جاء الحكم 1963 لم يحترموا قرار الشعب في شيء. الحزب الواحد طيلة 30 سنة لم يحترم إرادة الشعب يوما، ومثل هؤلاء منذ أن سطوا على إرادة الشعب في 1992 لم يحترم إرادته. يأتون برؤسائك يفرضهم علينا، وبمساكين يفرضه علينا، وبرؤساء بلدية كذلك، وبمساكين من أعوان الإدارة وعينهم موسع ذوائر، وبمساكين من أعوان الإدارة وعينهم ولاة يتحكمون في رقابهم عن طريق التليفونات، عن طريق القطاع العسكري، عن طريق السيبيغي بالهواتف. نحن نعيش شبه دولة يا سيدي، نحن نعيش أضحوكة، أصبحنا أضحوكة بلاطوهات. نعم، وهو كذلك أستاذ عبد الوكيل، وهو كذلك أستاذ عبد الوكيل الإعلامي الجزائري المعروف عبد الوكيل بلام، جزيل الشكر لك، كنت معنا من الجزائر العاصمة. مشاهدينا الأفاضل، أذهب لنا إلى فاصل قصير ثم أعود، أرجو أن تبقوا معنا. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الأفاضل، نحن الهواء مباشرة في تغطيتنا الخاصة والمباشرة والمفتوحة على الرئاسيات المزمع تنظيمها في الجزائر في 17 أفريل المقبل. في الجزء الأول مشاهدينا الأفاضل كنا قد تحدثنا عن هذه الاحتجاجات، هذه الاعتصامات، هذه المظاهرات التي نظمت اليوم في الجزائر العاصمة وكذلك في لندن وفي أماكن أخرى حتى في الجزائر العميقة، ولكن لم نتحدث أو لم نقم ببث مشاهد من حركة أو نشاط أحزاب الموالاة. لذا بين يديكم الآن هذا التجمع الذي نظمته أحزاب الموالاة. طبعا أحزاب الموالاة هي التي تريد عبد العزيز بوتفليقة مرشحا وقائدا للجزائر في المرحلة المقبلة. إذن هذا كان جانبا طبعا من تجمع في القاعة البيضاوية في الجزائر العاصمة نظمته أحزاب الموالاة، جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة الشبيبة الوطنية، حزب تاج لعمار غول، ثم الكثير من الفعاليات والشخصيات التي قيل بأنها شخصيات وطنية
تاريخية. الآن جدنا الكرام ينضم إلينا رشيد عوين الناشط الحقوقي، هو الآخر أحد أعضاء هذه الحركة الجديدة التي أطلقت على نفسها حركة رفض، رفض للنظام، رفض للحلول هذه. أهلا وسهلا بك رشيد عوين، ضعنا في صورة ما حدث اليوم أمام البريد المركزي في الجزائر العاصمة. السلام عليكم ورحمة الله، وحييك الأستاذ عثمان وكل المشاهدين والمتتبعين لقناة المغاربية. نعم، اليوم نحن كخطوة أولى تكتلنا عدة تنظيمات، أربع تنظيمات كانت تحت اسم جبهة رفض، والتي ينضم تحتها كل من التنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين والجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين وحركة 8 ماي. تضم هذه الجبهة هذه التنظيمات التي كانت لها نفس الموقف ونفس الرؤية، والتي كانت لها سبق في النضال السلمي على مدى الخمس ولا عشر سنوات الأخيرة، خاصة في كل حراك الجنوب أو على مستوى العاصمة. نعم، هذه الوقفة التي نظمت اليوم هي المطالبة بتغيير الجذر النظام وتفعيل الحقيقي لموقف المقاطعة في الميدان. طيب، كيف مضت الأمور؟ ماذا عن معاملة قوات الأمن لكم؟ من عادتها أنها تقمع هذه التظاهرات ولا تريد أن تبقى هذه التنظيمات أو تبقى هذه التظاهرات تمارس حرياتها، لكن لسنا ندري ما الذي حدث اليوم. كيف كانت معاملة الشرطة معكم؟ هو أكيد السلطة الحالية لن تنتهي عن سياسة ترهيب لكل من يريد الخروج بالتظاهر بطريقة سلمية. لم يتم توقيفنا اليوم ولم يتم التعنيف معنا، لكن كان هناك طوق أمني حول الواقفون والمحتجين والمتظاهرين، وهذا لعدم زيادة العدد أو منافسة الشعب الذي كان يتفرج من بعيد. لكن ما زال حاجز الخوف إلى حد اليوم لم يتكسر، وهذا من خلال الترهيب والإنزال الأمني الرهيب الذي قامت به أعوان الأمن. طيب، في نيتكم كيف تقومون بكسر هذا الحاجز؟ أنت الآن تتحدث عن حاجز الخوف لدى الكثير من الشباب في الجزائر، ربما حتى من الكبار في السن والأطفال والأمهات، ولما لا هذه الفعاليات يتسرب إليها شيء من الخوف، لا تريد التظاهر، لا تريد الاعتصام، لا تريد أن تنزل إلى الشارع. كيف تكسر حركة رفض أو جبهة رفض هذا الجمود لدى هؤلاء؟ هو أكيد نحن كجبهة رفض جميع المناضلين اللي فيها والناشطين والمتتبعين أغلبيتهم كان عندهم مسار نضالي سابق، وكانت لهم دراية في طريقة التظاهر السلمي وطريقة كسر حاجز الخوف. لكن نحن طريقتنا ستكون عن طريق التوعية والهيكلة على مستوى جميع الولايات للإعداد أو للمساهمة في نشر هذه الحركة أو جبهة رفض على المستوى الوطني. كنت قد سألت ضيفي في الجزء الأول عبد الوكيل بلام، وهو أحد أعضاء حركة بركات، عن أن حركته حركة بركات نظمت التجمع بعيدا عن البريد المركزي الذي كان هو ساحة لتظاهركم أنتم. لماذا لم يكن هنالك تنسيق وانسجام بين الحركتين حتى على الأقل يكون العدد أكبر مما حضر اليوم؟ والله هو الآن التنسيق والاتصالات حديثة ولقاءات كانت هناك مع عدة تنظيمات وعدة مبادرات الآن تطبخ في العديد من المناطق التي لها نفس الموقف ولتفاعل موقعها نفس الموقف الذي نحن فيه ونفس المبادئ والأهداف. لكن إلى حد الآن لم نتفق في الأيام المقبلة، إن شاء الله ستبلغ هناك سيكون اتفاق للخروج أو الاتفاق حول تظاهرة موحدة إن شاء الله. هو قال ليس هنالك مانع أو حاجز أو حائل يحول بيننا وبين التنظيمات الأخرى أو الحركات الأخرى أو الأحزاب المقاطعة الأخرى، سنضع يدا بيد وجنبا إلى جنب ونتجمع ونتظاهر ونعتصم. ماذا عن جبهة رفض؟ أكيد، وهو كذلك حتى جبهة رفض وكل الناشطين فيها الباب مفتوح لكل التنظيمات وكل الأحزاب للتخندق في جبهة موحدة لتغيير الجذر النظام. طيب، أنتم كجبهة رفض
وظهرتم في الساحة السياسية من جديد. الآن كيف ترون مستقبل الجزائر؟ أحزاب الموالاة تقولون أنتم تتعبون خيلكم في باطل، الانتخابات محسومة، الرئيس هو الرئيس نفسه عبد العزيز بوتفليقة، حتى هؤلاء الذين ترشحوا وراءهم مجرد أرانب هكذا يصفونه لست أنا. ماذا تقولون أنتم عن هذه الانتخابات؟ كيف ترونها؟ هل فعلا سيقاطعها الشعب أم أنها محسومة مثل ما قال المراقبون السياسيون؟ هو اكيد هما حقيقه ما دام كان مطلبنا تغيير جذر النظام وبناء دوله مدنيه هو الشيء الذي يثبت ان هناك الوقت الحالي ومستقبل الجزائر مجهول، وهذا لانعدام مؤسسات قويه للدوله وانعدام القضاء المستقل وانعدام قضاء مستقل وظهور ان مؤسسات الدوله منحازه تماما واللعبه مغلقه ومنحازه وتخدم المرشح الرئيس. طيب طالما أنه في وسط هذه الحركة أو جبهة رفض هنالك اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، أحزاب الموالاة تقول بأنه في برنامجنا في المرحلة المقبلة في طبعا بعد هذه الانتخابات أن هؤلاء البطالين سيجدون مناصب عمل وستمتد إليهم اليد أكثر فأكثر. في الأول ربما لم تصل هذه المشاريع لهذه المناطق البعيدة في الجزائر، لكن سنعمل هكذا يقولون، سنعمل بعد الانتخابات أن نطبق برنامج السيد الرئيس لأنه لابد له من عهدة رابعة حتى يكمل مشاريعه. كيف تزن هذا الكلام الذي أتى غداة الانتخابات الرئاسية؟ هي مناورة كسابقها من المناورات، لكن الآن لقد وصل السيل الزباء. نحن على مدار أكثر من 5 عقود من الاستقلال، لكن بقيت سياسة الجزائر الجزائري والسلطة الجزائرية ريعية بدرجة أولى، بحيث أن المطلوب إلى حد الآن هو من الغاز والبترول، لكن لم تكن هناك إرادة سياسية للقضاء على البطالة أو توفير العدالة الاجتماعية. طيب ماذا تقولون للذين يريدون كسر جناحكم وكذلك تثبيط عزائمكم في التظاهر والاعتصام؟ ماذا تقول لهؤلاء المشككين فيكم خاصة من أحزاب الموالاة؟ يقولون أنتم مجرد عناصر لا يمكن أن تؤثروا في إيقاف هذا السيل، طبعا يقصدون السيل عبد العزيز بوتفليقة. نعم، نحن الشيء او المبدا او الموقف التاريخي الذي سنقفه، لكن الشعب عليه ان يتحرى جيدا من الحسن ومن السيء، لكن الوقت الحالي يجب ان تتكاتف كل الجهود لاخراج الجزائر الى بر الامان. جزيل الشكر لك رشيد عوين الناشط الحقوقي والعضو البارز في جبهه رفض، هذه الجبهه الجديده التي نزلت إلى الشارع واحتجت اليوم عن هذه الانتخابات وعن العهدة الرابعة وعن الكثير من الأمور المحسوبة في إطار أو في تدور في فلك منظومة الحكم. الآن مشاهدينا الكرام أسعد بانضمام الأستاذ عمر ربوح الأستاذ الجامعي من عاصمة الأوراس باتنا. بعد ترحيبك أستاذ عمر ربوح، إلى أين تتجه الأمور في الجزائر؟ الموالاة، أحزاب الموالاة تقول الانتخابات محسومة، لا يمكن أن يفوز إلا عبد العزيز بوتفليقة، ولكن الآخرين هنالك شكوك تراودهم بأن الانتخابات ربما ستكون حرة وستكون لنا فرصة في المنافسة. كيف تقيم الرأيين؟ أستاذ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. تفضل أستاذ. والله يا أخي الأمور لا تبشر بخير. أيوة، لأن هؤلاء الناس المكلفون بالحملة الانتخابية. نعم. بطريح الفراش. نعم نعم، أنا أسمعك تفضل. إذن يا أخي العزيز، قلت هذا الناس هذو الذين يمرون الحملة الانتخابية لطريح الفراش. أيوة. ليسوا مؤدبين. نعم. ما عندهمش ذرة من الأدب، لأنني هذا المساء هذا. أيوة. أنا ما سمعتش الكلام تاع سلال، ولكن عندما خرجت إلى الشارع سمعت تذمرا كبيرا من كثير من الناس عندما ذكر الشوية بسوء. أيوة. هذا الإنسان هذا. أيوة. أقول له وأذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إن أول ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. إذا لم تستحي فاصنع الشرك. ويبدو أن هذا الشخص هذا ليس فيه ذرة من حياء.
وكم مرة يتلفظ بألفاظ بذيئة وخارجة عن 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 عن, عن أي عرف. نعم. والشيء الذي ألاحظه أن هذا الشخص هذا ليس له لا وازع لا ديني ولا أخلاقي ولا وطني ولا اجتماعي. نعم. ويا أخي العزيز، والشيء الملاحظ عليه أنه كيف يكون الرد عليه أستاذ عمر؟ لا عربية يا أستاذ عمر، ولا فرنسية، ولا يحسن حتى العربية بدرجة. كيف يكون الرد، كيف يكون الرد عليه يا أستاذ عمر طالما أنه قلت أن هناك احتقانا وتذمرا وانسدادا في الساحة الشاوية هنالك في باتنا ربما مناطق أخرى عما تصرح به عبد الملك سلال؟ كيف تردون عليه؟ يا أخي العزيز، أقول عبد الملك سلال ولغيره نقول لهم بأن هذه العهدة الرابعة أفقدتهم صوابهم وأفقدتهم أيوة والله يا أخي أفقدتهم كل صواب. نعم. فصاروا لا يعلمون ما يقولون ولا يعون ما يقولون. هذو كل يوم نتكلم نسمعوا العمارة بن يونس يلعن أباءنا. عندنا الآباء نتاع الجزائريين كامل. نعم. وعبد الملك سلال خصص من الجزائريين الشوية. وهذا التهجم على الشوية أراه. سمعت؟ نعم نعم أسمعك. هذا الكلام الذي قاله أقول أرى أنه إرضاء لسيده طريح الفراش، لأن سبق له في سنة 2004 أن سبنا هنا في عقر دارنا، قال علينا الشياتين وعيرنا بالمقروض، شوي كي يلقى صحن تاع المقروض يأكله كله، وأنا أقول له تركت لك المقروض كله وحدك. وهذا الناس هذو عبد الملك سلال وغيره أقول لهم ما قاله الشاعر: إذا أتتك مذمتي من ناقص فتلك الشهادة لي بأني كامل. وأقول له أنا عمر ربوح من باتنا فخور بأنني شاوي أمازيغي، وقبل أن أفتخر بأصلي أفتخر بربي وبنبيي وبديني، لأن ربي ونبي وديني قد ربوني تربية لا أستطيع أن أتهجم على الناس ولا أن أنتقص من أقدارهم. وهذا والشيء الذي ألاحظه، يعني أنا لست سياسيا ولكن أقول بأن هذا الكلام هذا نتاع الشاوية وما غير الشاوية يريدون من خلاله أن يستفزوا سي علي بن فليس، يريدون استفزاز سي علي بن فليس لأنه مترشح للرئاسيات. لكن أقول لعبد الملك سلال: علي بن فليس نعرفوه ونعرفوه ذو عقل راجح وشخصية قوية، وهو بحر عميق وما يش الأمواج تاعك انت اللي راح تأثر به. هذا ما أقوله. طيب يا أستاذ عمر ربوح الأستاذ الجامعي، جزيل الشكر لك، كنت معنا من باتنا. مشاهدنا الكرام، فعلا عبد الملك سلال وصفه الكثيرون في الجزائر بأنه وراء كثير من التصريحات التي تصب في إطار الاستفزاز. يوما ما وصف المحتجين المنضوين في إطار اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بشرذمة من الجزائريين يريدون المشاكل للبلاد، ثم نعت آخرين بشياتين. اليوم في التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي تسرب أيضا فيديو فيه كلمة لعبد الملك سلال وهو يشتم أهل الشاوية منطقة الأوراس وغيرها. نستمع لهذه الكلمة التي أطلقها عبد الملك سلال ثم نعود. شو
طيب هذه هي الكلمة التي أثارت طبعا الكثير من الاحتقان والانسداد مثل ما كان يذكر الأستاذ الجامعي عمر ربوح في باتنا، وليس فقط في باتنا، في الكثير من المناطق، وكذلك أحيت ردود وردود كثيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. ما كان له أن يلفظ بهذه اللفظة، وقد سبقه إلى ذلك أيضا عمارة بن يونس عندما سب من لا يواكبونه أو من لا يؤيدون رأيه. إذن هذه المسألة متواصلة، قال الأستاذ عمر ربوح وصفها بأنها تندرج كلها في إطار إنجاح العهدة الرابعة بأي ثمن. الآن مشاهدينا الكرام أسعد بانضمام الشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ. الشيخ علي بن حاج، إلى أين تسير الأمور اليوم في الجزائر طالما أنه كثرت الاحتجاجات وأحزاب الموالاة تقول هي مجرد عناصر لا يمكن أن تؤثر في الأمر شيئا وإن الانتخابات سيفوز بها عبد العزيز بوتفليقة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لا شك أن اليوم قد سمح بالتظاهرات والاحتجاجات هنا وهناك. نعم. تحت رعاية وحماية رجال الشرطة. أيوة. لكن هذا في الحقيقة إنما تم بعد أن احتجت الإدارة الفرنسية على التضييق على ممارسة حق التظاهر في البلاد. لكن الغريب أن في الصباح اليوم قد اعترض بعض ضباط الشرطة والأمن طريقي، وأخذت واحتجزت في مخفر من مخافر الشرطة إلى قبيل صلاة العصر، فلست أدري ما هي المقاييس وما هو القانون يسمح لهذا ولا يسمح لذاك، والقانون يتصف بأنه يتصف بالعموم وبالتجريد، أما أن يستثنى الناس، بعض الناس يحالون على مخافر الشرطة، ولكن رغم ذلك نقول هذا شيء يبشر بالخير. نحن نفرح ونسعد عندما يخرج المحتجون على اختلاف تياراتهم فيحتجون ويجهرون بكلمة الحق أو بما يعتقدون أنه حق وصواب، ثم لا يلقى عليهم القبض. نسأل الله تبارك وتعالى في الأيام المقبلة أن تكون هنالك مسيرات ضخمة في العاصمة وخارج العاصمة، لا سيما العاصمة على وجه التحديد. طيب نعود الآن إلى تحليل الأمور. سألت عنه. أيه؟ فنحن نقول بأن القضية محسومة، ولكن رغم ذلك ربما يكون هنالك تطورات في هذه الأيام قبل الشروع في الحملة الانتخابية، لأن كثير من الناس ينظرون إلى السطح ولا ينظرون إلى ما يعتمل في العمق، فالمحيطات تارة تجدها هادئة ولكن في العمق هنالك يعني حياة أخرى وصخب آخر، ولذلك هنالك من يرى بأن هنالك ربما تكون تطورات قبل الحملة الانتخابية ربما تدفع إلى تأجيل الانتخابات أو الذهاب إلى مرحلة انتقالية. طيب ماذا عما يروجونه، أقصد خاصة أحزاب الموالاة، من أن الجزائر يهددها خطر خارجي كأن العدو وراء الحدود بل عند الأبواب وليس عند النوافذ، يقولون بأن الجزائر أمنها في خطر ولا بد من الدفاع عليه بالمشاركة في هذه الانتخابات، لا بد من الحفاظ على هذه الخيرات الممثلة في الأمن والسلم والاستقرار والأمن القومي وما إلى ذلك، وعلى الجزائريين أن لا يغامروا في هذه الانتخابات المزمع تنظيمها في 17 أفريل. ماذا يعني هذا الكلام كله؟ أمنها ليس في خطر، أمنها ليس في خطر، الخطر كل الخطر يأتي من هذه السلطة المستبدة، هذه السلطة الجائرة، هذه السلطة التي تريد أن تقمع الشعب. يعني اليوم يسمح لسلال في قاعة البيضاوية أو قاعة حرشة، ويمنع آخرون من حقهم في التعبير عن المقاطعة. لماذا لا تسمح بالقاعات، قاعة حرشة أو قاعة البيضاوية أو الملاعب حتى للمقاطعين؟ إذن هنالك احتكار للساحة السياسية،
والعاصمة ما زالت تحت حالة الطوارئ منذ حوالي 13 سنة، والمسيرات والاحتجاجات ممنوعة في العاصمة. نعم وهو كذلك. طيب ماذا عن هذه الانتخابات التي كنت تحدث عنها، ربما تقول أنه ممكن تكون تغييرات، ممكن تكون تطورات، ماذا تقصد بالضبط هذه التطورات التي تحول دون أن تكون حرة ونزيهة؟ الذي أقصد أن في 91 أيضا هذه البوادر مشابهة لل91، بمعنى أن في 91 كانت هنالك مبادرات، هذه المبادرات يعني أدت إلى تأجيل الانتخابات، ونحن نرى بأن هنالك من ينادي بالمقاطعة، هنالك من ينادي بالمشاركة، هنالك من ينادي بإيقاف المسار الانتخابي، وهنالك ما، لكن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لحد الآن هي تدعو إلى مرحلة انتقالية. هذه المرحلة الانتقالية هي الطريق الأسلم للخروج من البلاد بالبلاد من هذه الأزمة الخانقة. أما إذا ذهبت الأمور الانتخابات إلى على ما هي عليه دون أن يحدث حادث أو طارئ يدعو إلى تأجيلها، فهذا يدل على أن العمل، كل العمل سينطلق بصفة جدية بعد هذه الانتخابات بإذن الله تبارك وتعالى. طيب كيف تقرأ شيخ علي بالحاج ضم الشخصيتين المعروفتين رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد العزيز بالخادم لفريق عبد العزيز بوتفليقة من جديد؟ أي دور لهما قبل أفريل وبعد أفريل المقبل؟ أولا الشخصيتين كلاهما طرد من حزبه شر طردة، وكلاهما مغضوب عليه من القاعدة، وبالطبع هؤلاء يعني الرئيس المقعد الصامت الذي لا يحرك ساكنا يستدعي هذه الحاشيه التي جاءت بها، وهذا يدل على ان هنالك مرحله من التصالح الوقتي بين المؤسسه العسكريه بجناحها الاستخباراتي وايضا قياده الاركان ورئاسه الجمهوريه، فهنالك سبقه تعتمل، ولذلك انا قلت لابد ان ننظر الى ماذا يحدث في العمق وان لا نشتغل بالسطح، فالعاقل والسياسي النبيه هو الذي ينظر الى الاعماق وهو الذي يستشف ما يحدث من وراء الجدر، هذا هو الشيء الذي ينبغي ان تنصب عليه نظرتنا وفحصنا ودقتنا حتى نحذر الشعب الجزائري من مغبة ما سيقدمون عليه. أما القضية الخارج فالنظام الجزائري هو الذي خضع للخارج بمجرد بيان من فرنسا من الكردورسي سمحوا اليوم بالمسيرات للجميع، ولكن هنالك من يعني قطع عليه الطريق ولم يسمح له بأن يعبر عن رأيه شأنه وشأن سائر المواطنين. هم سمحوا في العاصمة فقط يا شيخ، الذي بلغنا اليوم أنهم سمحوا بهذه التظاهرات والتجمعات والاعتصامات في العاصمة، لكن بالنسبة لقسنطينة هنالك مواجهات بل هنالك حتى جرحى، هذا ما بلغنا اليوم. على كل حال هنالك في قسنطينة وهنالك في الآن المسألة التي ينبغي عليها الآن، الشيء الوحيد الذي يحول دون الشعب ودون التعبير هي الجهاز الأمني، والجهاز الأمني هو في حد ذاته في حالة انهيار عصبي، لأن كثير من الناس لا يعرفون أن أيضا الجهاز الأمني يتحمل مسؤوليات فوق طاقته، ولذلك فيهم أيضا اضطرابات وفيهم انهيارات وفيهم ربما تمرد وفيهم شيء، لأنهم سيجابهون شعبا، والشعب كما قالوا قديما حلم الشعب لا يطول، يعني ممكن اليوم يصبر الشعب وغدا يصبر الشعب شهر شهرين، ولكن لا شك أنه سيثور على هذا النظام وسيغير هذا النظام تغييرا جذريا بإذن الله تبارك وتعالى، ولذلك نحن نرى بأن المرحلة الانتقالية التي يشارك فيها الجميع هي خير مخرج إن شاء الله عز وجل على أن تعود الكلمة للشعب حقيقة وتعود التعددية حقيقة، وفي نفس الوقت نسلم من الاضطرابات ومن الهزات التي لا تحمد عقباها. طيب شيخ علي، هل فعلا ما تروجه أحزاب الموالاة من أن هذه الاحتجاجات لن تؤثر في الأمر شيئا
وإنها مجرد عناصر تعد على رؤوس الأصابع، لا يمكن أن تغير من المعادلة السياسية. حتى هذه الأحزاب التي تدعي المقاطعة أو تدعو إلى المقاطعة وتفعيلها يقولون أنا بأنها مجرد أحزاب، حضر قادة هذه الأحزاب لكن مناضليها لم يحضروا حتى إلى هذا التجمهر. ما قيل عن الأحزاب يقال أيضا عن هؤلاء الشباب الذين يندرجون في إطار المجتمع المدني. ثم أيضا حتى أريد منك أيضا تحليلا لأحداث غردايا، هنالك حرق ونهب وكذلك اعتداء على ممتلكات الغير، لكن في الوقت نفسه فإن قوات الأمن اللي كانت هناك سحبت لسنا ندري لماذا. أمام هذه الاحتجاجات كلها فإن السلطة تقول كل هذه الأمور لن تؤثر شيئا. أولا لابد أن نفكر بروية وببرودة أعصاب، لأن المرحلة لا تحتمل التصعيد. لكن قضية غردايا والتحريك الحادث البارحة والحرق والنهب الذي طال يعني سكان غردايا، وهو ظلم وجور في الحقيقة، هذا تحريك بفعل فاعل لا شك في ذلك. وأيضا الاحتجاجات في العاصمة وفي الولايات الأخرى سوف تتصاعد، وهؤلاء الذين يقولون هم عبارة عن شرذمة وعبارة عن قلة، هؤلاء جهل بحركة الشعوب، جهل بحركة الشعوب، وهؤلاء يعني يستنقصون ويستصغرون من هذه الحركات. الحركات تبدأ صغيرة ثم تكبر، ولا تبدأ كبيرة ثم تصغر. هذه قاعدة ينبغي، الأمور تبدأ هكذا، إن الجبال من الحصى، يعني لا بد أن تكون تبدأ صغيرة ثم بطريقة تصاعدية. إذا لم تجد حلولا فإنها ستتصاعد يوما بعد يوم. ثم بعد ذلك لا بد أن نعرف مسألة، وليس عندي الوقت حتى أشرح الأمور كثيرا، ولكنني أريد فقط بشكل خاطف على كل حال أريد أن أقول هب أن رئيس الجمهورية قد نجح، ما الذي سيتغير في البلاد؟ ستتأزم الأمور أكثر من أي وقت مضى، لا سيما واستقدامه ليحيى واستقدامه لبن خادم فاشلين في أحزابهما، وأيضا فاشلين عندما كان كل واحد منهم رئيس الحكومة. استقدامهم الآن وجعلهم يعني في رئاسة الجمهورية، أحدهما مستشار ووزير دولة والثاني وزير دولة ومدير المكتب، هذا كله جعل الشعب الجزائري يتقزز من هذه العملية. يعني تقزز الشعب الجزائري عندما ظهر الرئيس المجلس الدستوري، وزاد تقززه أكثر فأكثر عندما استقدم هذين الفاشلين من في الأحزاب. هذا طرد والثاني قدم استقالة وقال لا رجعة فيها، وهو مغضوب عليه، حتى أن نورية حمصي وصفته بأنه ديكتاتور ويدير حزب الأرندي كأنه سكن. فكيف تأتي بمثل هؤلاء؟ هذا بالحقيقة كله مؤشرات، هي مؤشرات يعني بالحقيقة مبشرة، هذا دليل على أن النظام أفلس وفقد مبررات وجوده، وهذا علامة من علامة الأمل بأن هذا هو التغيير. فالمرأة الحامل عندما تريد أن تضع مولودها الجديد لا بد أن يظهر منها هذا النفاس والدماء، ولكن هذا كله في الحقيقة يبشر بخير وبأن ساعة التغيير قد دقت بإذن الله تبارك وتعالى. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طيب نختم الآن بالجبهة الإسلامية الإنقاذ، نعود إلى الجبهة الإسلامية الإنقاذ. هناك أنا هنا أنقل لكم ما تقوله الأطراف الأخرى عنكم، تقول تباطأتم وتلكأتم كثيرا في إصدار موقف من هذه الانتخابات اللي هي الآن واضحة محسوم أمرها، لكن مع ذلك أنتم بتخليكم عن إصدار موقف ما فإنكم تركتم الفرصة لمن يصرح باسمكم، ثم بعد هذا تأتون وتقولون لا هؤلاء لا ينتمون للجبهة وقد أقصاهم المجلس السوري يوم ما في التسعينات وإنهم لا يمثلون إلا أنفسهم. كيف تقيم ما قيل عنكم خلال هذه الأيام الأخيرة؟ في مثل هذه الظروف التي تمر بها الجزائر الاستعجال يقسم ظهور الرجال، والعجلة في مثل هذه القضايا ليست محمودة، لا بد للإنسان أن يتأنى. والحمد لله رب العالمين، هنالك موضوع المرحلة الانتقالية تجد تجاوبا عند الكثير من الناس، ونحن ننتظر أن تكون هنالك طوارئ. لكن أريد أن أقول هنالك من الآن سيشارك في الانتخابات،
وبدأ أغلب الذين سيشاركون ويعني أفردهم المجلس الدستوري المعين على كل حال مطعون في شرعيته ورئيسه المتهم بالتورط في قضية خليفة ومعين من طرف بوتفليقة. هذا يدلك على أنه ليس عندنا مجلس دستوري بمعنى الكلمة، عندنا في الحقيقة مكتب ينفذ ما يملى عليه ممن عينه ولذلك لا قيمة له. لكن الخطر يكمن في من يكمن في هؤلاء الذين الآن ينددون بعدم حياد الإدارة وتحيزها، ووزراء يقومون بحملة وأصبحت رئاسة الحكومة عبارة عن لجنة مساندة، ولكن عندما يدخلون في الانتخابات وتظهر النتائج ينكرونها ويقولوا هذا التزوير. هؤلاء أيضا ينبغي أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن لا يزوروا على الشعب الجزائري الحقائق، لا يزوروا على الشعب، لا يجوز لهم أن يبكوا الآن ويلددوا ثم بعد ذلك يعطوا الشرعية لنظام ولنتيجة محسومة هي في أذهانهم. وهو كذلك الشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، جزيل الشكر لك، كنت معنا من الجزائر العاصمة. الشكر موصول سيدنا الأفاضل لضيوفي الكرام، كانوا معي من الجزائر والدوحة. ميلود، أبدأ بميلود قادري الناشط السياسي، بالإضافة إلى بوطالب شبوب وهو الإعلام الجزائري المقيم في الدوحة، دون ما أن أنسى عبد الوكيل بلام أحد أعضاء حركة بركات، بالإضافة إلى رشيد عوين الناشط الحقوقي، دون ما أنسى طبعا الشيخ علي بالحاج اللي هو نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ. الشكر موصول لكم أنتم سيدنا الأفاضل على حسن المتابعة والمشاهدة. سنعود بعد دقائق لنفتح الاتصالات وكذلك خدمة سكايب لكم لتدلوا بدلوكم وأفكاركم وآرائكم ووجهات نظركم حول هذه الانتخابات التي قيل عنها بأنها محسومة، رغم أن الاحتجاجات تتصاعد يوما بعد يوم آخر.